أمان أمضى سمال الله وحل هاي عيد مبارك إلى هاي معلمها عيد خير كده هاي نصيحة هاي نجيك نبت قريه بلايوين كار دعية حنون كار ديدة فيي خطر توي نينو هاي إلى هاي وحن كبر ينا إنه أنت دبتنا ونحرسته أنت وحنوصلنا وعافيه أنت فيونا إلى هاي إنه الإسلام كبت باديه أنت كدب حنون كاسو حنون إنه جرا سدى إنه شكتين دقاتير تينا يدك كوش قدره وكجرا دلك خاصة تجمد إنه بورمنا ودرك يسين ما تنمبر كسواب بحي إلا أفر يتبان قف بقى لقيه اللي يمحان كورا ده قبل كأوضل وزارة عفلات وما تشاع عساشان يسطن في قف أفر يتبان كمي ده كجرا بركا سيدة دريات دي دو حالة الشعب كأهيس ديجانينا حالة محان كورا ده حالة كالفوقا ده حالة فرح الشوف الرماها حالة قاتو وزارة عفلات كي يتلون كي يسوجي دي سي سي أي نقوية رينو خطرتا عفلات أي حنوك أسولي كوفي 19 إلهي نوحا كبر ينا سبحانه وتعالى إنه قبل باديو حان كالون كدقي ياوان مانتا أشيغ يا شعب كينا إن أنا محاكم هذا أي فريمها بروبجادة ده أي مالا بدن كسب حيان لقادن آسياسيين بدن أو كأديمية إن حنون كان أي سياسة ديارنا عندي وحلاه ولا ليال ما أنت معها آسياسيين ترى وحلاه ما لتي أن سياسة سياسيين لهن معها وما لين وحلاجو جرا جمع على إسقفصته ما لين علو ودجستو ما لين إلى هاي إن هو كإن إن جبت بادية حنون كأنو مدونو يان كجرا ورجع وحنقول عقل علينا يعني ما كسياسيين تواوينا إن أي لا شقيان وسيرة عافمات هي جديدة صوبتها صوبتها حنون كان حنون وضمادك دقالها ووين لها بأن الأركينين كان ليان معارض كودي يدي مغردد كشاكيني وبيع بيوك سوو ذا جيسين سلا اللاجي دو حنلا يا حنون كاقمعا الله يسوق بصنا إلهينا مبارينو نعلم هذا نو حنلا هي ذاتك وعي قلية آدن هلوف وجيقنادو إلهي باو حلالي أي نو محان كورا وحنا يسترو أنا إنه محاكم كذا يفرما وسرد عفمات كنا قاضنا وحنا كنا نقول باقي يا شعب كائن دقمدن يا خاصة ديجان كنبة دقمد بورم إن لا يسعويه ومساكين تلوجو جارو خاصة وحنا آدي آد سجدين لها إن معلمين تي وحلا ترى سولدي وحبرشة ده أنا قدرت كين وحبرشة وبناين تتك محاكم كذا مدارس القرآن كا يوم معلمين تي دقيه وحبا إن دتكو أي عويان وليبا أرضي ذي محان كورا داي أي أبدي جيان وحنونا عدي وحايستاي حايسك بحسو العقتي في دي اسكولة دي براي فاتخوك لي هلا أدران ولا أي اسكولة دي كلابا بلقبا العقتي اللي أدري عدي لا وحسي عرور أبدي جانيسي حب بحسو العقتي دي ما نسو جيدين لها وأي قطلو إلهينا سبحانه وحنونا كبرينا إنو حنونا قاسين نقبت باديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.